اللي فوق القلعة غير سامع ما بتجاوبش على سؤالك يا حسن. حسن الصباح انا مين يا برزك؟ الحجة برهان صاحب مفتاح الجنة، صورة الإمام، داعي الدعاة، حامي المؤمنين وقائدهم. مين وليس حسن الصباح؟ السلام على مولانا الهادي، كان موجود معانا على الأرض، كان هو الوريث. مش موجود، إذن مين هو الوريث؟ كلنا أولادك يا سيدنا، كلنا خدامك. هل ممكن برزك أميد يكون وريث حسن الصباح؟ هل ممكن تبقى قاتل ابن الهادي وبعدها تبقى وريث يا برزك؟ حسن الصباح عايز يخرج من القلعة يروح فين؟ تخرج برا القلعة؟ ايه مستحيل، سيدنا يفعل ما يشاء. السنين بتمر وانا سجين قلعة ألموت، وسبحان الله انت سجاني تاني. حاشا لله، اصدر امرك واخرج، كلنا فداك. كلنا فداك زي ما كانت روحك فدا الهادي، مش كده؟ طبعا كلنا فداك. قرب. انا عايزك تقتل اكبر عدو لحسن الصباح. امر وطاعه. مين عدوك وانا اقطعه؟ قدامك حسن الصباح. حاشا لله، استحلفك بكل الايام اللي جمعتنا، بالغربه وبالسجن وبالموت اللي قدرنا عليه وما قدرش علينا. اقتل حسن الصباح. اقتل سيدي ومولاي؟ اقتل نفسي اهون. اقتل حسن الصباح وبعدين اقتل نفسك. هون على نفسك يا سيدنا وارتاح. الراحه ماتت، دنيا زاد كانت راحتي. فين دنيا زاد؟ قتلت. والحسين ابني الكبير كان سندي وراحتي. فين الحسين؟ قتل. والهادي وريث وحبيبي، هو فين؟ حسن الصباح يرتاح ازاي؟ ريحني ونفذ أوامر مولاك، نفذ أمر الأخير. ده الأمر الوحيد اللي بعصاك فيه يا سيدنا، النوم هو اللي سيدنا محتاجه. تخيل يا سيدنا إن في طفل ابن رعية غنم أمه بتقول إنه ابن سيدنا حسن الصباح. أرسلت مختار قتله هو وأمه قبل ما الكذبة تنتشر.